اللجنة الإشرافية، أقدر شكري للأخوة الأفراد الذين ضحوا أمس وقدموا رؤوسهم رخيصة ووصلوا إلى مكان لم تستطع قوات الدولة منذ أن تأسست محافظة الجوف لم يصل إليها، هذه المناطق لم يصل إليها أحد، لكننا أفرادنا بفضل الله وصلوا إليها واستطاعوا إعادة المسروقات. وقابل أيضا في هذه المناسبة أتمنى الشفاء العاجل للأخ المساعد محمد حيدر الذي أصيب أثناء المهمة. أشكر الجميع وأطلب أيضا الإخوة مزيدا من الإخوة المواطنين مزيدا من التعاون، وكلنا نسعى ونعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في هذه المحافظة. وشكرا. مستشار المحافظة الشيخ يحيى الدغسي. مستشار محافظ الجوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا في هذا اللحظة نحن ندين ونستنكر هذه التقطعات القائمة الأثيمة الذي مثل هذا الأمر يستمر إلى تقطع طريق مصالح البلاد والعباد، ونحن سنوقف الجميع ضد من يتسوس له نفسه في أي تخريب محافظة الجوف، بل أبناء محافظة الجوف أعزة وشرفها يعني لا يتوسعوا لا للأذى ولا للشر سواء من أي جهة تكون مخالفة، ونحن سنوقف جميعا صف واحد ضد من تسوس له نفسه في التخريب أو في التقطعات أو في أي إحداث مشاكل. فإحنا نعتبر بلد واحدة ويمن واحد، والذي يسقط من الأطراف يعتبر هو من صف الجميع من اليمن ومن المحافظة. فعلى كل نشكر الأخ المحافظ والأخوة المسؤولين في المحافظة بما قاموا به من دور وجهود طيبة لإعادة هذه القطعة التي تنظر قدام الجميع. وكذلك ندعي أبناء قبائل دهم الوجود والتواجد للاستنكار وصف واحد عن هذه الأحداث التي بتحصل، هذا لا يمثلنا ولا يمثل من دهم ويعتبر سارق متقطع طريق، والله المستعان لا متى يكون الأمر هذا.